قالها غريب وغربتي دون الغرايب، جم من غريب تغرب وحصل حبايب، بس أنا بهالديرة بقيت بلا قرايب، والبايعوني داسة والبيع بالتراب يا ويل. قال لها أمة الله أنا عطشان وقد تفتتت كبدي من الظما. قالت ما طلبت غالية. دخلت دارها أحضرت له الماء وضعته بجانبه ودخلت، قالت يشرب وياخذ راحته وبعدين أطلع. شوي طلع الطوع ولا ذاك الرجال الواقف قعد وضع رأسه بين ركبتيه وهو يبكي ينادي حسين، يلا يا عدو يا حبيبي إذا عندك مواساة. قالت جبنا لك الماي وشربت مع السلامة، جبنا لك الماي وشربت مع السلامة، روح الهلك ليجي لك الليل بظلامة، وإن كان ما عندك أهل يا ابن النشامة أني بادليك على واحد روحي ليه، روحي لمسلم كان حلت بكم صيبة. صرخوا مسلمان شرف بلدنا من نزل مسلم الكوفة، روح المكان وصير من جملة ضيوف، لما نسمعها أصفق براحة تجفو، ظل ينتحب ودموعه بخده سكيبة. قالت له يا هذا ما لك لا ترد الجواب، لا أبيح لك الجلوس. يلا هذه الأبيات مألوفة عندك. قالت شربت الماي لا توقف، لا غابت هذه الأصوات ولا عميت هذه العيون، قالت شربت الماي عيب على مثلك وقفت ببيوت لجنا، جنك غريب وشوفتك يا لهلك دراح القمر غرب والنجم، روح بعجل لهلك قبل ما يظلم، واقف تفكر والدمع بخدودك يسي، ما عندك بهالبلد عز وولا. قالها غريب ولا أهل عندي ولا دار، قالت هلك في وين، قالها في عنها ارتحلنا والدهار جاير علي، من أنت يا هذا مسلم أنا وعمي علي، لا يذكر خانت بي الكوفة وانا مفرد بالأنصار، اصرخ ونادي ومسلما. قالت له المعذرة سيدي ومولاي، ادخل فالبيت بيتك والحرة خادمتك، أفردت له مكانا خاصا، قدمت له الطعام والشراب، أبى أن يتناول منه شيئا إلا يواسي الحسين، إلا يواسي الحسين في مصيبته، فيموت عطشانا وظمآنا وجائعا بأبي هو وأمي. تقول قضى تلك الليلة قائما وقاعدا راكعا وساجدا تالياً للقرآن، لا
لما قرب الصباح جاءت إليه طوعا سيدي يا مسلم أشوفك ما نمت البارحة قال بلى يا طوعا غفت عيناي فرأيت عمي علي وهو يقول يا مسلم العجل العجل أنت صائر إلينا عما قريب ما أتم كلامه وإذا بأصوات الرجال وقرقعة اللجوم ألا من مناد ومسلم تقل انهض لفاك الجيش يا حيد يردون يولونك يا صندي أريد أن مراجل عمك تعيد وتخلي جثثهم تارسل بي واويلا قال أنا البطل وابن الأماجد وعمي علي الفارس الصندي لو أن يمد جيوش هيزي للشام والكوفة بتعديد لطحن جمعهم لو أنا وحيد لطحن جمعهم لو أنا وحيد ألا من مناد ومسلما واسك ثم لبس لامة حربه وتقلد سيفه وخرج إلى القوم يضرب في اليمين وفي الشمال ملأ الأرض أجساد القتلى صبغها بالدماء حتى ضج القوم لك الأمان قال لا أمان لكم يا أهل الكوفة خل أهل الكوفة بكسيرة يلا يا شباب خل أهل الكوفة بكسيرة لجساد على الغبرة عفيرة ودمومهم تجري غزيرة وصاحبني الأشعث والله حفروا إلى مسلم حفي والله حفروا إلى مسلم ألا ومسلما عظم الله أجوركم بينما هو يقاتل وإذا بلعين بيده عمد حديد طعنه في ظهره ألا من مناد ومسلما وسيدا صاحب المنتخب يقول لا عندما عجزوا عن قتاله حفروا له حفي وغطوها بالدغل والتراب ثم انكشفوا من بين يديه فلحقهم مسلم حتى وقع في الحفي لا القضاء والحيلة اللي دبروها القضاء والحيلة اللي دبروها حفرة وبميدان حفيرة وستروها وبيها تقنطر والمحاسن جرحوها يقول الناقل جاءه ابن الأشعث ومسلم في الحفيرة رفع سيفه أهوى به على وجهه وطاعات ناد على السطح وجه الكسيرة ليتك حضرت تشوف يا شيخ
بن عمك الموثوق طايح في الحفر قادوه مثل الطير مكسور الجناح صاحت يا مسلم وعظمها خجلتي فيك شبيدي وانا حرمة وضعيفة ومقدرة ولاه الدوا قلبي لفت قلبي جان خلصت من كيدهم سلم على حسين قالها يا طاعة اليوم ما تحصل سلامه أوصيش جانب هالبلد طباو قول لهم مسلم بلغكم سلامه جريج على الله والنبي سيد الكونين عندها أخرجوا مسلم من الحفيرة وجراحاته تشخب دما التفتت إليه طوعة ولا دموع جارية على خده مثلك يا مسلم يبكي وأنت سفير الحسين يلا عاد اللي ما بتشاجيك نبيات هذه بتشي إن شاء الله قال هملت دموع العين مو لجلي لجلي حسين يبقى بلايا معين اسمع وجفت يرطوها أعيد أعيد أتأمل فيه هملت دموع العين مو لجلي لجلي يبقى بلايا معين وجفت يرطو من بكاؤك يا مسلم قال ما أبكي الحالي بس مر على بالي وايش اللي مر يا مسلم زينب بلا والي هنا يوقفوا صرخ ونادي وزينبا يا طاعه صيا عندي انا ابنايا وبتجيش مسبية وبقيد جروها وايش هي وصيتك يا مسلم يا طاعه صيتي سلمي على ابنايتي وحضنيها لو شفتي بالصوت جلدوها قالت لي سيدي ومولاي يلا أبيات الدعاء أسألك الدعاء قالت سيدي ومولاي أنت عطيتني الخبر ما عطيتني التفاصيل من هو اللي بيجي ومتى بيجون قال تجيكم يا طاعة مخدرت حدار علىكم جني أراها بهسكك بيتامها بي حالة حسار على الهزال وراس حسين متى يا مسلم قال جيتهم الكوفة ترى ما هي بعيدة شوفين وياهم علي يرفل بقيد وصية طاعة ضم اليتامى وقبلي بنتي حميدة بعد بيت تجيكم الكفار
بعد سيد الناس خلفي عليها بذبحة الجاسم طاعة وصية وحطي عليها رداش يسترها عن الناس.